حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. السلام على من غسله دمه والتراب كافور، ونسج الريح أكفانه، والقنا الخطين عشو، وفي قلب من والاه. انت يا مؤمن ويا مؤمنة، وفي قلب من والاه قبره ما خاب من تمسك بكم. أمن والله من لجأ إليكم، فيا ليتنا كنا معكم. سادتي فنفوز فوزا عظيما. أو بعد ما ابيض القذال وشابا، أصبو لوصل الغيد أو أتصاب. هبني صبوت فمن يعيد غوانيا، يحسب نبازي المشي بغرابا. لا تقعدن وإن تغير مألف بالجمع كان يؤلف أحبابا. ولقد وقفت فما وقفنا مدامعي. هذا مر على بيت زينب يقول ها مثل مرورك هالأيام على المآتم، تكسر الخاطر، تجري الدمعة. لقد مررت ولقد وقفت فما وقفنا مدامعي، في دار زينب بل وقفنا ربابا. فسجمت فيها من دموعي يديمة، وسجرت من حر الزفير شهابا. واحمر فيها الدمع، دمعتكم على الحسين حارة ها؟ حارة، لأن تمر على قلب محترق، فؤاد مجروح. فاحمر فيها الدمع حتى أوشكت تلك المعاهد تنبت العناب. أبيات آل محمد لما سرى عنها ابن فاطمة، فعدنا يا بابا ونحى العراق بفتية من غالب. البعض يسألنا يقول السنة وش فيهم الملال، راحت أصواتهم، كل ما يخلون مقطع الخطبة رايح أصواتهم. أقول لي سامحهم يا مولاي، السنة سامحهم،
سامحوهم السنة واعذرونا يا مولاي، والله نبذل كل ما في وسعنا، وهذا قليل في حق الحسين عليه السلام، سنة مختلفة. ونحى العراق بفتية من غالب كلا تراه المدرك الغلابا، يا طوح الحادي وضع عن هاجب حنينة، زينب تنادي سفرة القشرة علينا، نادت بكاف شديد العزم والباس، شمر أردانك وانشر البيرق، جني أعاينها مصيبة تشيب الراس، ما ظنت بهالحال نرجع للمدينة، قالها يا زينب هاج عزمي لا تنخين، ما دام أنا موجود يا أختي ما تذلين، لو تنقلب شاماتهم ويا العراقين، لطحن جماجمهم وانا حام الضعي، لا تهيجيني ولا يدش بقلبك الخوف، ما يروعني طعن الأرماح وضرب السيوف، بس طلبي من الله يسلم لي، لحمل على العسكر وذكرهم بابون، قالت عرفك بالحرب يا أخوي وافي، وقطع الزنيد هذا الذي منا، اليوم بمعزة وبعدكم مدري شوافي، ياهو يرد الخيل لو هجمت علينا، هلت دموع العين من حاد الضعنصة، العباس قايدها وحاديها الطرم، هالحال وهي تصيح الزياخ الأقرى، وحسين جدام الضعن يمشي بسكينة، ولكن الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والعاقبة للمتقين، لا عدوان إلا على الظالمين، وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ورد عن مولانا أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه أنه قال في حق الحر ابن يزيد الرياحي: أنت حر في الدنيا وسعيد في الآخرة. صدق مولانا ومقتدانا أبو عبد الله سبط النبي محمد.
ارحمنا بمحمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. الحديث أيها الأحبة المؤمنون والمؤمنات عن شخصية عظيمة من شخصيات كربلاء، ألا وهو الحر ابن يزيد اليربوعي التميمي الرياحي. وقبل أن نلج إلى شيء من شخصيته ومما نقل عنه، هذه الشخصية تميزت عن بقية شخصيات كربلاء بأمرين رئيسيين: الأمر الأول الحرية، والأمر الثاني التوبة. الحرية، بعض من الناس يفهمون الحرية بمفهوم خاطئ. كثير من الناس إذا تجي تسأله تقول لي شنو الحرية، يقول لك أن أفعل ما أريد من دون قيود. ما واحد يقول لي لا سو هالأمر أو سو هالأمر، هذه حريتي أنا، خصوصا إذا تعلق الأمر ببدنه، بشقق بدني بصبغه كيفي أنا، أو تعلق بماله. حاشاكم وحاشا المستمعين المستمعات، يمكن واحد يصرف ماله في حرام، اجي انت تنصح لوجه الله فلان ليش تصرف مالك في الحرام، الرد ماله شنو؟ وهذا من مالية أبوك يعني؟ أنا ما أخذ من عندك أموال، أنا بايقنها، هذه بيزاتي وكيفي أنا. تقول لي لماذا لا تلبسين الحجاب؟ فرض. يقول لك حرية شخصية، ايش فيك انت؟ كيفي اني حريتي الشخصية لا تمسها، هذه حرية، هذه مو حرية، هذه بعينها العبودية المقيتة. شلون يعني عبودية مقيتة؟ هذا عبد لماله، هذا عبد لفرجه، هذا عبد لبطنه. وحديث النبي صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين إلى حديث، بس تغيير في المفردات: بئس العبد عبد الدرهم، بئس العبد عبد الدينار، بئس العبد عبد الخميصة البطن، بئس العبد عبد الفرج. هذه عبودية، أنت مستعبد. عند كم إله هذا حبه للمال إله، حبه للبطن إله، حبه للفرج إله، هذه آلهة عنده. تذكرون بشر الحافي؟ جبنا قضية الظاهر، ما أدري، بشر الحافي مر عليه الإمام الكاظم عليه السلام، كان متحلل. بشر الحافي متحلل تماما. اليوم شوف، اليوم مزار عندها، شوف التوبة، هذه التوبة اللي يبغي يتوب إلى الله عز وجل، وشوف الله وين رفعه، لأن التوبة توبة نصوح، مو توبتي أنا وأمثالي. أتوب اليوم عن الذنب، باكر أرتكب، مو باكر بعد، عقب دقائق يمكن، عقب ساعات، ذنب أعظم أجيب بعد، ورد أقول أستغفر الله وهذا أنا. تقعد تستهزئ يا مولاي، وتستهزئ بنفسك مو بربك، حاشا لله تبارك وتعالى، الله له بحاجتي أنا ولا إلى غيري بعد. وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإلا الله خالقنك للكرامة، وخالق إليك الجنة للتكريم، أنت أعظم ما خلق الله تبارك وتعالى. على أي حال، فمر عليه، وتعرف بيت واحد متحلل وش بتسمع فيه؟ دق طبول وأغاني وما أدري شلون، ملفت يعني. مر الإمام، واحدة من الجوارم طلعة كيس ما أدري وش فيها، قال لها: أمة الله، هذا بيت من؟ قالت: هذا بيت سيدي ومولاي بشر. قال: هو عبد أم حر؟ قلت: اسمع، قلنا العبودية، لا، العبودية المقيتة أن تعبد المال، أن تعبد البطن، تعبد شهواتك، هذه عبودية ترى. قال: هو عبد أم حر؟ قالت: لا يا عبد الله، هو حر، احنا كنا عبيد مال مماليك. هز رأس الإمام، قال: صدقتي صدقتي، فلو كان عبدا لاستحى من ربه. شوف الكلمة إذا تطلع من لسان متعظ، هذا إمام بعد معصوم، راح تركض هذه الجارية: سيدي. قال: وش عندش؟ رجل على الباب مر علينا، سيماه في وجهه نور يسطع من جبينه، سأل لي سؤال غريب عنك. قال: شنو سأل؟ قال: صاحب هالبيت عبد أم حر؟
وماذا أخبرتي؟ قلت له لا حر، احنا كلنا مماليك. فقال لي صدقتي، فلو كان عبدا لاستحى من ربه، اقشعر بدنه كأن سهم في قلبه وراح يركض يدور الإمام عليه السلام. فاللي تغري أمواله وشهواته هذا عبد إلى الشهوة، عبد إلى الشهوة، هذا عبد إلى المال، هذا عبد إلى الباطن. الحرية أن تعبد إلها واحدا، أن تعبد ربك. وهذا يقودنا مباشرة إلى إلى الجانب الآخر، إلى الموضوع الآخر، وهو التوبة. الإنسان ضعيف، خلقت ضعيفا يا ابن آدم، توديك الشهوات يمين شمال. وما أبرئ نفسي إن النفس الأمارة بالسوء، معرض إلى الخطر، معرض إلى الشهوة، تغلبك الشهوة. انتهى الطريق؟ لا والله ما ينتهي الطريق، باب الله مفتوح للتوبة، بس توبة حقيقة، توبة صحيحة، توبة مثل توبة بشر الحافي، توبة مثل توبة الحر بن يزيد الرياحي، الحر ابن يزيد اليربوعي التميمي من آل رياح الرياحي. عندنا معلومات عنه قبل واقعة كربلاء، قال له قليل جدا جدا، يعني ليش ماكو معلومات عنها الشخصية؟ مليارات البشر يا مولاي، إذا ما إليهم بصمة واضحة ما يذكرهم التاريخ. أنت بذمتك شفت مؤرخ يقول فلان ولدت أمه في هالسنة الفلانية، رضعت حولين، ودت المدرسة، تزوج، جاب أولاد وانطفى مات، المؤرخ يقول هالكلام ما يجيب سيرته أبدا. إذا تريد التاريخ يذكرك ولو على نطاق محدود، نطاق منطقتك مثلا، لازم عندك بصمة، ولو كانت عائلتك عائلة منه بعد. إذا أنت ما عندك بصمة وما عندك عمل، راح تطوى كما طوى التاريخ مليارات مليارات البشر على مر التاريخ ما يذكرهم. لازم يكون عندك شيء مميز، خدمة إلى المجتمع، كرام مميز، خدمة بالمسجد، خدمة بالمأتم، كل خدمة، كل خدمة مميزة تترك بصمتها. والله سبحانه وتعالى أخذ على نفسه، العبد الذي يعمل بجد وبإخلاص له تبارك وتعالى هذا يخلده في الدنيا وإلى صيبة في الآخرة، خب ما ندري عنه، الله هو اللي يتكفل به. ها؟ التاريخ يخلد نمطين من الشخصيات، المصلح أو الشخصية المميزة اللي كان لها تميز عن الآخرين، والطالح بعد اللي عمل الطالح فاق بعد كل ناس، بعد كل الناس، هذا يذكره لكي يترحم عليه الناس ويذكرونه بالخير، وهذا يخلده لكي يلعنه الله ويلعنهم اللاعنون. الحر بن يزيد الرياحي هاي قبيلة فيها نماذج موجودة في التاريخ مذكورة من الطرفين، الصالح والطالح. من الصالحين من؟ مالك بن نويرة اليربوعي التميمي الرياحي. مالك ابن نويرة من نفس القبيلة، تعرفون أشهر من نار على علم، هذا الرجل الجليل اللي النبي صلى الله عليه وآله يقول إلى أصحابه: من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى الداخل، ودخل عليهم مالك ابن نويرة. سووا بي غريب، غريب والله، غريب غريب، يعني لما قطع رأسه وخلوه تحت القدر، القدر إليه ثلاث، يخلون إليه ثلاث ركائز، خلوا ركيزتين والركيزة الثالثة رأس مالك ابن نويرة. يجيك المؤرخ، مؤرخ والله بعض المؤرخين تفوح من تأريخهم رائحة النتانة، يقول ولم يحترق لأنه كان كثيف الشعر. تقص على منه أنت؟ خلي كبريت بشعرك، وش بيصير فيه؟ يحترق كله الشعر، من الأماكن اللي تحترق سريعة الاشتعال، ما يظل منه شيء. ما تقول هذه كرامة لها المسكين الفقير اللي قتل، احنا الفقراء هو سعيد، ها؟ ما تقول كرامة إلى هالرجل. هذا مالك بن نويرة إذا ذكر نقول رحمه الله، مميز. بعد من؟
من هالقبيلة نفسها تعرف من؟ شبث بن ربعي اليربوعي التميمي. انت اذا قلت لك شبث على طول تقول شنو؟ لعنه الله. مو اقول لك التاريخ يخلد نمطين من الشخصيات، التفت يا مولاي، هذا درس ترى. لا تتطرف الى هالجهة اللي راح لها شبث. شبث احنا باكر بنذكر عنه بعض الاشياء، حتى الحية اللي تغير جلدها يوميا هو غلبها في التقلب على بطنه وعلى ظهره. رجل غريب عجيب. فهذه من قبيلة الحر ابن يزيد الرياحي. من النتف التي نصطادها من التاريخ تعطينا بعض ملامح عن الحر ابن يزيد الرياحي، من ملامح شخصية هذا الرجل العظيم القيادة والشجاعة. من وين نستقيها؟ قائد على 1000 فارس، كان هو قائد من قادة الجيش، وكان هو المؤهل لأن يكون قائد الأول في كربلاء ترى بعد الحر، بس صادوا عليه موقف عندما ترك الإمام الحسين وما جاب أسير وصلى من خلفه، خذوا عليه موقف. كان قائد على 1000 فارس، بني أمية يخلون لك 1000 فارس تحت قيادتك إلا أنت مميز. ترى القيادة تختلف عن الشجاعة، كل واحدة صفة مختلفة، بس إذا اجتمعت صفة القيادة والشجاعة في واحد بلغ، يعني احتوى على صفتين من صفات الكمال. قريش كانت تقول علي ابن أبي طالب شجاع، شجاع ما حد يشك في ذلك، لكن ما عنده قيادة، ما عنده قيادة. يقول ولعل قريشا تقول أن علي ابن أبي طالب لا علم له بالحرب لله أبيهم، فقد خطها وأنا دون 20، فمن أشد مني بأسا وأكثر مراسا وقد ناهزت 60. 40 سنة أنا بالحروب. يقول أنا ما عندي قيادة. من اللي عنده قيادة إذا أمير المؤمنين ما عنده قيادة؟ هذا كان قائد بعد، وكان شجاعا. شجاع عندنا عدة مشاهد. المشهد الواضح أمامك في كربلاء لما برز أنت بذمتك واحد ينزل إلى المعركة يقابل 30,000 مقاتل، هذه ما يبغى لها قلب، هذه ما يبغي إليها واحد جسور مقبل على الموت. ها مقبل على الموت، والموت بكربلة مو أي موت يا مولاي، ضربة واحدة وبتموت وانتهى موضوعك، تقطيع بالسيوف الحديد يقطع البدن. ومع ذلك روح اقرأ عنه لما نزل إلى المعركة في كربلة شلون كان شجاع في المعركة. هذه دليل واحد. الدليل الثاني مما ينقله المؤرخون أيضا، كان مجاوره قبل ما ينتقل إلى معسكر الإمام الحسين مرة بن أنس، يقول وقد اعترضه شيء من الإكثل، يعني كأنه ينتفض بردية إجته، فهذا فكر خايف. هو مو خايف، كان يخير نفسه بين الجنة والنار، وأعظم جهاد هو جهاد النفس، أكبر الجهاد الأكبر جهاد النفس. أنت إذا هزمت نفسك بقية الأمور ترى سهلة جدا، أما إذا تخلي نفسك يمين والشمال توديك ما راح تتقدم أبدا، ما راح تتقدم. أمير المؤمنين بعظمته يقول هي نفسي أروضها بالتقوى بمخافة الله تبارك وتعالى. ترى اللي يميزك أنت عن بقية الناس كلها تقوى الله، مخافة الله. الواحد اللي يخاف الله هذا سلم إليه، هذا حبيب ما يسوي شيء غلط، هذا لأنه يراقب الله في كل حركاته في كل سكناته، هذا اللي يميز الإنسان، خشية الله تبارك وتعالى. فقال له والله لو سألوني عن أشجع أهل الكوفة ما عدوتك أنت. ها يعني شجاع الرجل. بعد شنو من صفات اللي نستفيد منها؟ لأن إحنا لا تمر علينا كربلاء مرور الكرام يا مولاي، الدمعة مطلوبة. أنتم ما يحتاج أوصيكم عن الدمعة، أنتم أهل دمعة قلوبكم محروقة، والبكاء على الإمام الحسين ضرورة يا مولاي. بعض علمائنا شيخ بهجت رحمه الله قدس الله نفسه يقول البكاء على الحسين أفضل من صلاة الليل. يقول اسألون أيهما أفضل، ها يقول البكاء على الإمام الحسين. عجيب.
يقول لو يخيروننا بين زيارة الإمام الحسين ليليا وصلاة الليل أقدم زيارة الإمام الحسين. يقول ايش هالمقام العظيم اللي ما احنا مستوعبين إلى اليوم للإمام الحسين عليه السلام، ايش هالمقام العظيم. بعد قال من صفاته الحكمة، الحكمة ضالة المؤمن، المؤمن حكيم، المؤمن يتروى، المؤمن يسأل، ما يخلي رجله بالنار المؤمن، لا لا، المؤمن يتهيد. كثير من الناس غالبتهم العصبية، ها نسميها تهور عنده، شوف يتصرف تصرف الله وكيلك يظل لي سنة أزيد يبغي يرجع هالشرخ ما يقدر، شتيمة جت على لسانه ورماها، كلمة رماها على لسانه. روح اسأل المحاكم اليوم، المحامين يقولوا تعالوا شوفوا قضايا الطلاق التافهة اللي عندنا، زوج وزوجة كل واحد مكلب برايا. يا مولاي والله الحياة ترى الحياة فيها تنازلات مهمة يا مولاي حتى تستمر الحياة، خذ لك استباك على قولة أخواتنا أخواننا الإنجليز، خذ لك خطوة للخلف، تنازل شوي. لا هو يتنازل، أنا الرجال أنا رجل البيت، ولا هي متنازلة بعد، أنا عندي وأنا عندي أخوان وأنا عندي مو بكيفك أنت، وتصير الوقعة وروح يصير طلاق ومساكين هالأطفال الضحايا، أطفال الضحايا بسبب شنو؟ تهور. علماء النفس يقولون إذا أنت معصب وأنت واقف قعد، إذا أنت تمشي أوقف. ليش؟ لأن العقل يصدر أوامر إليك إلى بقية الأعضاء، إذا أنت في هالحالة المتشنجة وظليت عليها العقل بيظل يصدر الأوامر، لكن غير الحالة. أوضح إليك، مثل اليوم إحنا، أنا اللي ما أفتهم بالتكنولوجيا كلش، من يبند علي الكمبيوتر شو أسوي؟ بند وشغلة. كذلك الإنسان يحتاج إنه شوي إلى هالحالة يا مولاي، يغير الحالة اللي هو عليها. فكان حكيم. من وين احنا نستقي الحكمة؟ من الحر بن يزيد الرياحي. مشاهد كثيرة بس اعطيك مشهد واحد انا حتى ما اطيل عليكم. لما الامام الحسين عليه السلام قال له ثكلتك امك، كان واحد يجي يقول الامام الحسين يقول ثكلتك امك، ايه لو ضاربنا بالسيف هاللحظة بعد شوية عليه، هذا معترض امام زمانه بهاللحظة، بياخذ اسير لابن زياد، انت شو اللي سواه؟ حالها الحاله اللي جت في كربلاء، هالنفضه هذه اللي في كربلاء، ليش يقول انا مجع بالحسين، انا مؤذي الحسين، شلون ارجع الى الله؟ كان لها اللحظة في نار جهنم ترى هو الحر. فلما قال للامام الحسين وهو قائد على 1000 فارس، انت لو واحد يخلونا مسؤول على 5 موظفين بعضهم مساكين يصيد غرور غير طبيعي، على 5 عميان مخلينا، وهو سوى روحه يا مولاي وصرت مسؤول، زين عاد ترى والله عقب ما تطلع وتروح تقاعد ما بيذكرونك الا بعملك الخير، شنو نفعتهم، شنو قدمت انت؟ ها في بعض من يخلونا مسؤول، خلهم ولون، خلني اشتغل على روحي انا اول، حصلي كم درجه، حصلي كم رتبه، هم بعدين على الفضيل بعطيهم. بعض الناس صدقني بهالصوره ينقلون عنهم بهالصوره، وإيش بيذكرونك الناس؟ تعالي إذا مريت عليهم عقب ما تطلع تقاعد حتى سلام ما بيسلمون عليك بعد. فاسترجع أنفاس الحر، ما رد مباشرة، طأطأ رأسه، استرجع أنفاسه وقال هالكلمة الطيبة اللي بعض العلماء يقولون هي سبب توبة الحر. قال أبا عبد الله لو قالها لي أحد غيرك من العرب أو العجم لما تركت لأمه من الثكل سبيلا، ولكن ما أقول في فاطمة الزهراء. بعض العلماء يقولون عرف مقام الزهراء فأكرمه الله بنور في قلبه، بعضهم يحلل عند تحليل جميل يقول بعد ما عرف مقام الزهراء ارتجت فرائص الحر بن يزيد الرياحي، ارتجت فرائصه ورجع إلى ربه، وإلا هو لو واحد غيره ما بيهد الإمام الحسين، ترى مأمور يرجع بالإمام الحسين. التقى به الإمام
قطع عليه الطريق إلى الكوفة في ألف فارس. التفت إلى الإمام الحسين: حر أنت منا أو علينا؟ قال: أبا عبد الله، أنا مأمور أن أمضي بك أسيرا لابن زياد. قال لي: أنا ابن رسول الله، أؤخذ أسيرا لابن زياد؟ هل عتل الزني؟ لا والله يا حر، ما كان ذلك أبدا، لو أقتل أموت بعد. التفت إليه الحسين، قال: يا حر، كأني أرى أصحابك عطشا، العطش يبين بعيونهم، الشفاء تذبل إذا الإنسان عطشان، تذبل حتى شفاء الخيول كأنها عطشا. قال: إيه يا أبا عبد الله، إحنا صار لنا مدة في الصحراء نجول فيها لنبحث عنك، وقد أخذ منا العطش مأخذه. قال عباس: بني علي، أصحابي نزلوا الماء، بارك الله فيكم، نزلوا الماء، اسقوا القوم واسقوا الخيول ورشفوها ترشيفا. خلينا أوقف وياك شوية حتى تعرف إحنا ليش. جيب لي نموذج مثل أهل البيت وأنا روح وراه، جيب لي نموذج. شر رحمة الله في قلبك يا أبا عبد الله، تعرف أن هذه السهام ستشك بدنك وهالرماح ستنغرس فيه، بس أهل رحمة، أهل رحمة أهل البيت رشفوها ترشيفة. تعرف إيش معناها؟ أهل الخيل يعرفون، الخيل إذا قطعت مسافات طويلة ما يجيبون لها الماء ويشربونها مباشرة، ترى تموت يمكن أو تتأذى. أول ما يزون ويا شنو يبردونها، يرشفونها ترشيف بالماء حتى تبرد. وألف فرس وألف رجل، فارس عطاشة يعني، والماء عزيز، نزلوا الماء وشربوهم كلهم. آخر واحد من الجيش إجي ينادي: أين الحسين؟ فقد أخذ مني العطش مأخذه، وحال بيني وبين السماء كالدخان. تعرف من هو ذا؟ علي بن الطعان المحاربي، لعنه الله، ما يستاهل اسم علي. ملكنا فكان العفو منا سجية، ولما ملكتم سال بالدم أبطحوا. يقول: وين الحسين؟ أنا ما أشوف من العطش. صاحب النفس العطوفة أبو علي إجا ومسك من إيده، قال لي: أنا الحسين. قال لي: أنا عطشان. قال لي: خذ الماء. أعطاه القربة يبغي يشرب، مو عارف من اللهفة الماء ينسكب عليه. قال لي: أنخ الراوية، أخنث السقاء، ما هو مفتهم. إجا الحسين ومسك القربة بيديه الشريفتين وقام يشرب الرجل بيده. واحد من المؤرخين يقول: وقام يسقي شوية شوية حتى لا يذهب بصره. حنون، عطوف. هذا تعرف وإيش سوى في كربلاء؟ عرف يأذيك هالكلام، عرف يأذيك هالكلام. واليوم خامس، اشتدت العشرة يا جماعة، اشتدت العشرة. لما طاح الحسين على واهج الغبرة، على واهج الحرة، مثخن بالجراح، يقول واحد من بني أمية: أشوف الحسين يحرك شفتيه، قلت: إن كان يدعو علينا هلكنا والله. يقول: إجيت وضعت أذني قريب من فم الحسين، أسمع شي يقول. تعرف وإيش كان يقول إمامك؟ يقول: سمعت يقول بصوت خافت: عطشان، وحق جدي عطشان، ظمآن، وحق جدي ظمآن، تفتتت كبدي من الظما. يقول: رحت أركض إلى المشرعة وملأت قربة من الماء حتى أسقي الحسين، قلت: هنيئا لبني أمية النصر، الرجل بيموت بيموت. يقول: جيت أركض بالماء وإذا بعلي بن الطعان المحاربي واقف على رأس الحسين. قال لي: ويش تبغي تسوي؟ شتريد؟ قلت له: أريد أسقي الرجل
يقسم بجده رسول الله، والله هذه مو مروءة، رجل ميت ميت. يقول أخذ من إيدي القربة وسكبها إلى جوار الحسين على التراب وهو يقول لا يذوق الماء حتى يذوق الحامية. دخل وقت الصلاة، التفت الحسين إلى الحرحور، أتصلي معنا أم بأصحابك؟ قال إذا حضرت الصلاة معكم أصلي وياك أبو علي. سعيد سعيد الرجل، سعيد سعادة سعادة ما بعدها سعادة، هنيئا لك يا حر. صلى مع الحسين، فرغ الحسين من الصلاة، قال يلا يا أبو فاضل جهزوا الضعيمة وركبوا النساء بالهون. أبو فاضل زينب ترى قاعدة تشوف العسكر حاوطنا. راح إلى المحامل أبو فاضل وأركبوا النساء والأطفال فيها. الحسين فرس أمام المحامل كلها، مربوطة المحامل كلها في فرس الإمام الحسين، يسير بالهون بالسكينة ما يبغي يزعج خواته. يعرف زينب مدللة ومتعودين على الهضيمة، وينك عنها يا أبو علي؟ تتسمع يا مولاي أنهن وضعن على نوق عجف لا غطاء ولا وطاء. يقول المؤرخ كانت العلوية تتمايل بطفلها أو طفلتها يمينا وشمالا. أركبت النساء، حرك الحسين تحرك بفرسه، تحركت الضعينة ناقة من بعد ناقة، سارت الضعينة، صعد الحر على جواده، أسرع بجواده وقطع الطريق على الحسين، اشتبك عنق جواد الحر بعنق فرس الحسين، توقف فرس الحسين فجأة، ولما توقف فجأة دكت المحامل بعضها بعضا. صاحت النساء في محاملهن وضيعتاه وذلاه. زينب بمحملها صاحت أخي عباس، متعودة أبو فاضل عن يمين المحمل، وإذا تسمع صوت مختلف، عم عم أنا الأكبر أنا علي الأكبر. رفع الطرف المحمل، ولدي علي وين أخوي أبو فاضل؟ قال عمتي راح إلى أخوه الحسين خايف عليه، محتوشين الأعداء يا عمه. قالت وأخاه؟ بني علي أمضي لأخي الحسين وقل له عم وقل له أن زينب تقول له أن يلين الخطاب مع القوم، فلقد ارتاعت قلوب النساء، بكت العيون ارتاعت القلوب يا علي. أسرع الأكبر إلى أبيه الحسين، أبا حسين عمتي زينب عندها رسالة إليك أبو علي. إيش عندها أختي زينب؟ قال تقول لك أن تلين الخطاب مع القوم، فلقد بكت العلويات. قوم اسمع المحامل يا أبويا. دمعت عين الحسين، قال ثكلتك أمك يا حر. اتروع زينب أنا بالوجود، اتبتش زينب أنا بالوجود. قال أبا عبد الله لو قال لي أحد غيرك من العرب أو العجم لما تركت لأمي من الثكل سبيلا، لكن ما أقول في فاطمة الزهراء. خذ مني حل نصف أبا عبد الله، خذ لك طريق ما يرجعك المدينة ولا يدخلك الكوفة، خلصني من هالبلاء أبا عبد الله. قال لقد أنصفتنا يا حور. أخذ إلى طريق آخر نحو كربلاء ومضى الحور. التفت الحسين إلى أصحابه، أفيكم من يعرف الطريق على الجادة؟ أفيكم من يحدو بالنياق حدوا هين يسكن خواطر خواتي؟ فز الترماح، قال أبا عبد الله شرفني أن أمسك ناقة زينب وأحدو بناقة زينب. قال تفضل يا ترماح. تقدم الترماح على الضعينة،
هذه أبيات المستمعة مو أبيات الخطيب، يشيلونها ويا هذه أبياتهم. الله يعود هالجمعة إن شاء الله، يعود هالأيام. والله المآتم بل إياكم يا مستمعة ما نقدر نقرأ فيها. يا ناقتي لا تذعري من زجري، واسري بنا قبل طلوع بخير ركبان وخير ساق. يا مالك النفع معا والضر، أيد حسينا سيدي بالنصر. عليكم أيد حسين. بينما السبط بأهليه مجدا بالمسير، وإذ الهاتف يدعوهم وينعى ويشير، إن قدام مطاياهم مناياهم ساعة، إذ وقف المهر الذي تحت الحسين. وحسين وحسين فعلى صهوة ثان فأبى أن يرحل، فدعا في صحبه يا قوم ما هذا الفل. قيل هذه كربلاء، قال كرب وخيموا، إن بهذه الأرض مل. حطوا على هالوادي، يلا حطوا على يا عزوتي ورجالي، حطوا على هالوادي يا قوم. أنا بسألكم وأنا عليم بأسماها، هذه أراضي جدي كرب بلا يشرب ثرى دمي، وتبخل علينا بما راضي أنا بهالتربة. حطوا جان هذه كربلاء بشرب بلايا، نزلوا ترى لاحت علامات المنار، لازم بجانب هالنهار نقضي ضمار. وجسادنا تبقى على الرمضة سليب، كم شاب ما يهنى بشباب يظل معفور، كل نعرى ينظل بيها وما لنقبور. هذه مصارعنا ووعدنا يوم عاشور، طير المنون اسمع على راسي نعيب، وطن بخيام بكربلة. يلا وصلنا كربلة، رحنا كربلة ابا عبد الله، والله مشتاقين الى كربلة. وطن بخيام بكربلة مهجة المختار، حاطت عليه جيوش ومية وظل محتار، ودموعه الصفوق خدي صب الأمطار. جدام عيني ينتخي كبش الكتي،
يلا إليكم. ثار برعيدة صاحب الصلاة عبا، ثار برعيدة صاحب الصلاة، قل البكى خلى يا خويا وارفع الرا، لفعل فعل للحشر بيت تحدثن، نشف دموع ابو علي وسكن نحيب، قال له وقلبه من الوجد والحزن مفتوت، تدري بأخوك حسين ما يرهاب من الموت، حزني لجل سلب الحريم وحروق البيوت، كم أرملة تبقى عقب عيني سليب، أنا ما هاجت أحزاني هي لجل ذبحة رجالي، حزني يا ابو فاضل لجل ضيعه اطفال، وش حال زينب لو بقت من غير تحير بيتها مدهوشه وسليبه. بعد عندك جلد الى كم بيت وياي؟ نزلنا كربلاء وما جبنا طاري زينب، والمصيبة كلها على رأس زينب. صاح الحسين يلا يا أصحابي أنزلوا النساء والأطفال وارفقوا بهم، جايينهم البلاء، نزلوهم بالهون بالسكينة. نزلوا أنزلوا النساء والأطفال شوية، وإذا يشوف الحسين النساء حلقة 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 على زينب، وهن يلطمن على الصدور والرؤوس. إجا الحسين، أتبكين يا نساء وأنا في الوجود؟ أنا موجود. قالوا أبا عبد الله نبكي لحال أختك زينب، روح شوف زينب يا أبو علي قاعد على التراب وتصفج باليدين يا ابو علي، روح شوفها. قال افسحوا لي الطريق. انفرجوا للامام، اجا وقعد عند اخت زينب. زينب اللي تقلبين التراب بيديك، قالت ابا عبد الله مذ نزلت هذه الارض شعر قلبي بالبلاء والمصيبه. إيدها على قلبها، أبو علي ما دورت لأن لها الوادي الموحش، إحنا نساء متعودين على الدلال يا أبو علي. قال زينب ضعي يدك في يدي، خلت إيدها بإيدها شالها عن الأرض وقام يمشي وياها في كربلة. وخي ها هنا تحرق خيامي، زينب هنا يا تذبح رجالي، زينب ها هنا يخسف قمر بني هاشم بعمد من حديد. وايش بتتحمل زينب؟ ايش بتتحمل زينب؟ جابها الى موضع اراد ان يتحدث، اختنق بالعبر. حسين أشوفك كل المواضع تحدثت عما يجري فيها إلا هذا الموضع، إيش فيك أبو علي؟ قال خايف عليك يا زينب وأبكي على حالك يا زينب وما يجري فيه. قال يا زينب ها هنا تنظرين إلى الشمر وقد جثى على صدر أخيك الحسين قابضا على شيبتي ويحتز منحري. يلا يلا هذه أبياتك، هذه أبيات الختام يا مولاي، أبيات المصيبة. يحاكي أخته، يا العقيلة بهالأراضي
الماض ينهتك سترك يا العقيلة بكربلا ينحرق خدرك يا العقيلة بعد عيني ضيع عمرك. اسمع اسمع اسمع، أنا قاعد أهيئك إلى الأبيات المقبلة وأعرفك أنت في هذه الأيام ما تحتاج تهيئة أساسا، قلبك نحو كربلاء. يا العقيلة اقبال عيني يضربونك، يا العقيلة وسف يا اختي سلبونك، يا العقيلة اشياطهم تلهب متونك، يا العقيلة مرمي يا اختي بتنظريني، يا العقيلة سامحني اقبال عينك يذبحون، يا العقيلة بالعوجية يرضضوني. هي جاوبت لولا، جاوبت لولا، تقول لا يا أخويا لا تخلوني حزينة، يا أخويا كان خدري يهتكونا، يا أخويا قوم ردني للمدينة. لا يا زينة ما ترجعين إلى المدينة، ما ترجعين إلى المدينة، صارت لو ما صارت يا مولاي، تحيرت بكربلة لو لا يا مولاي، حبيبي أبو زينب صارت لو لا إلى مولاتنا زينب لو لا، تدور بكربلة ما عد هوالي، تقول يا عباس العدا حرقة وبيوتي، يا عباس العدا حرقة وبيوتي، شافوا مشيتي واسمعوا صوتي، ضاعت زينب ضاعت، يا عباس العدا حرقة وبيوتي، شافوا مشيتي واسمعوا صوتي، أنا تمنيت قبلك حان موتي، ولا أرحل سبي الآل ميّة